السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا تيم دوكر نخ لحباب نخ ايت مات نخ واللي دار نغي عزة. السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم العيالات؟ تنتمنى لكم هذا النهار يدوز بخير وعلى خير. يا ربي تهز علينا هذا الوباء، علينا هذا الوباء اللي ضربنا، اللي كاينه على كل شيء، المسلمين اجمعين، الدول العرب كله وحتى في الخارج. تنتمنى لكم شهيه طيبه بواحد لاغوسيت اللي وريت لكم في هذيك اللي درت، والبارح وريت لكم واحدة الرابعه ديال اللحم، ديال اللحم مطحون، وما ما عنديش الوقت باش نديرها. كنت غادي ندير لكم هذاك لو شو جوج لاغوسيتات، ولكن فرقتو وخليت شي شويه باش ندير لكم هذه، ولكن للاسف ما قدرت نديرها، درتها اليوم. ان شاء الله غادي نوريكم كل شيء بالضبط كيفاش درت ليها، راه غادي تشوفوها اقرب الوقت. تنشكر الاخت الجزائريه اللي في ايطاليا اللي تخلي ليا لي كومونتير وتشكرني، حتى انا تنشكرها، يا ربي عاونها يستر عليها. وغنقول لكم الشهيه طيبه، شكرا بزاف. هانا غادي نوريكم اش كاين في الداخل ديال هاد اللحم. بسم الله، ها هو، سمحوا لي تنخدم باليد اليسريه. ها هي ان شاء الله ما غاديش، راه بزاف الحاجات اللي قلت لكم غادي نديرها باقي ما درتها للاسف، ولكن غادي نزيد نوريهم لكم كلشي الحاجات اللي وعدتكم بها. وغنقول لكم شهية طيبة وشكرا بسلامة.